أن أوجز في كلمات بأن المنطقة العربية هي أكثر منطقة انتهكت فيها حقوق الإنسان. سجلات التعذيب هي السجلات الأبشع من نوعها. أنواع التعذيب التي اخترعها الحاكم العربي لا تخطر على بال. نحن لا نصدر النفط فقط، وإنما نصدر أيضا تقنيات وآليات التعذيب للأسف الشديد. دولنا محكومة في غالبيتها في مجملها بوزارات داخلية وبأجهزة أمنية، أنظمة فاقدة للشرعية تقوم على انتهاك كرامة وحقوق الإنسان بشكل يومي. هذا هو عنوانها الأساسي والرئيسي من المحيط للخليج للأسف الشديد. ويمكن أن أعدد لك أصنافا عديدة من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون العرب من المحيط إلى الخليج بشكل يمكن أن يجعل العبارات عاجزة عن وصف هذه الحالات التي تعرض لها هذا الإنسان. يعني فنون في التعذيب، فنون في القمع، فنون في محاصرة الحرية. يعني تريد أن تقول الحجاج موجود في كل الدول العربية؟ الحجاج كان يقتل. هؤلاء لا يقتلون، هؤلاء في جلهم يعبرون عن أمراض نفسية، عن شذوذ، عن سادية، عن تشفي، عن غل، عن القتل ينتهي في دقيقتين أو ثلاث. أما التعذيب فهو التلذذ بأن ترى إنسانا يئن على بعد كيلومتر، يعني بعد كيلومتر. أنت صور معتقل عربي على بعد 5 كيلومتر، 500 ألف كيلومتر. معتقلاتنا مغلقة وسجوننا مغلقة وحياتنا السياسية مغلقة والحريات مصادرة والشعوب مقموعة وخائفة. وإذا لم تقل الكلام الذي يريد الحاكم أن تقوله فأنك يمكن ترسل وراء الشمس. هذه ممارسات يعرفها أي مواطن عربي، ممارسات تقليدية. في الستينات قالوا لنا نحن نعاونوا نقاوموا في الإمبريالية، وفي السبعينات ما نعرف شنو يقولونا، وفي الثمانينات يقولونا إرهاب، وفي التسعينات كل مرة يخترعونا تعلة خارجية حتى يعطلوا بها الإصلاحات الداخلية. يا أخي باسم مكافحة إسرائيل يذبحون الناس. بالضبط، باسم مكافحة إسرائيل وباسم القضية الفلسطينية يعطلون الديمقراطية، يلغون الحريات، آلاف الناس في السجون، يخضعون الناس لقوانين الطوارئ، يحاصرون الصحافة، يحاصرون الأصوات الحرة، يحاصرون التنمية البشرية الحقيقية التي لا يمكن أن تنجزها إلا الأنظمة الديمقراطية. نحن انتهينا إلى الإفلاس. دولنا فقيرة، منهكة، مدينة تعبانة، كل شيء معطل، ملايين العاطلين عن العمل، ملايين المرضى، ملايين المشردين، 400 ألف عقل عربي مهاجر خارج الوطن العربي. لماذا؟ انتهينا إلى الإفلاس الكلي نتيجة سياسة القمع هذه، ونتيجة سياسة السجون، ونتيجة سياسة المعتقلات، ونتيجة الحاكم الإله. ثم حاكم يصف معارضيه، ثم حاكم عربي يصف معارضيه بالكلاب الضالة. من هو؟ العقيد القذافي يصف معارضيه بالكلاب الضالة. ما معنى الكلاب الضالة؟ يعني تستطيع أن تلتقط الناس في الشارع هكذا تقتلهم كما يقتل الكلاب الضالة. حتى الكلاب الضالة عندها من يدافع عنها يا أخي.